مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وما زالت أصداء قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للإنعقاد مرة أخرى تتردد في جنبات مصر، وها هي المحكمة الدستورية العليا منذ قليل قد أنهت اجتماعا لها أكدت فيه على أن ما يصدر من أحكام وقرارات للدستورية العليا يعتبر نهائي وغير قابل للطعن، وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية والقرارات وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وأكدت أيضا المحكمة في بيان صدر عقب اجتماع الجمعية العامة لها اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري للتداول ودراسة الموقف الدستوري من كافة جوانبه في ظل القرار الجمهوري الصادر أمس الأحد بشأن دعوة مجلس الشعب للإنعقاد، أكدت أنها ليست طرفا في أي صراع سياسي قد يثور بين القوى السياسية، وأن مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها وانتهاك لها. وقالت إنها بصدد نظر دعاوى أقامها عدد من ذوي الشأن وأصحاب الصفة اليوم أمام المحكمة بشأن وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته. حول بيان المحكمة الدستورية اليوم والدعاوى التي تنظرها بشأن وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب لل إنعقاد يدور هذا الحوار، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور رجب عبد الكريم استاذ القانون الدستوري بجامعه المنوفيه. اهلا بك معنا دكتور رجب. اهلا بك. في الحقيقه قبل ان نتناول بالشرح والتفسير ما صدر من بيان للجمعيه او للجمعيه العموميه للمحكمه الدستوريه العليا اليوم، دعنا نقول ابتداء مسألة أن يكون هناك اجتماع عاجل للجمعية العمومية على إثر قرار رئيس الجمهورية، هل تراه كان موفقا دكتور رجب؟ الحقيقة أنا كنت أأمل أن المحكمة الدستورية العليا باعتبارها يعني قضاء مستقل يعني يفصل في خصومات خاصة بمدى دستورية الأحكام من عدمه وليه اختصاصات نص عليها الدستور والقانون. الجمعية العامة للمحكمة ليس من اختصاصاتها انها تنعقد لمناقشه مثل هذه الامور، هي بتنعقد لمناقشه دور انعقاد المحكمه، الامور الخاصه بشؤون المحكمه، ولكن الزج بالجمعيه العامه في امور سياسيه تتعلق بتنفيذ حكم من عدم تنفيذه بقرار صادر من احدى المؤسسات في الدوله، فهذا لشان الجمعيه العامه به. والحقيقه طبعا انا يعني انبسطت قوي من القرار مع اني ما كنتش اامل بهذا يعني هذا الانعقاد من حيث المبدا، ولكن قد تم الاجتماع، ولكن ما صدر عن الاجتماع الحقيقه انا شايف ان هو قرار حكيم او بيان حكيم، وبيان يعني ما فيهوش اي خروج على اختصاصات المحكمه. متى ينتهي دور المحكمه الدستوريه العليا؟ مجرد صدور حكمها. المحكمه الدستوريه العليا شانها شان اي محكمه، اي قاضي دوره فقط عندما يصدر الحكم، ما يترتب على هذا الحكم من اثار، تنفيذ هذا الحكم أو عدم تنفيذه هذا لا شأن لأي محكمة بهذا الوضع. وإحنا عندنا أمثلة كتيرة جدا، يعني المحكمة الدستورية العليا اختصاصاتها محددة طبقا لقانونها وللدستور. أهم اختصاصاتها هي النظر في مدى دستورية القوانين من عدمه واللوائح، يعني هي في نص المحكمة سواء محكمة إدارية عليا، محكمة قضاء إداري، محكمة جنائية، محكمة مدنية، أحوال شخصية، أي محكمة من المحاكم او الهيئات ذات اختصاص قضائي رات اثناء نظر دعوى ان هناك نص او دفع امامها بان هناك نص يعني في شبهه عدم دستوريه بيحال لهذه المحكمه او تصرح للطاعن هو يرفع الدعوه، فهنا تتصل المحكمه بالدعوه. مجرد اتصالها بالدعوه هي يعني الاختصاص بتاعها محدد بالاتي، انها تقضي بدستوريه النص او ترفض الدعوه فقط لا غير. فقط لا غير، لكن لا تتدخل في آلية التنفيذ. آلية التنفيذ هذا وما يترتب عليه، ما يترتب على الحكم من آثار آلية التنفيذ هذه لا شأن المحكمة بها، ولكنها قد في بعض الأحكام يعني شفنا أنها بتصدر بعض الاجتهادات في كيفية التنفيذ أو في ذكر بعض الآثار، هذه اجتهادات زي ما حصل مع حكم بطلان مجلس القوانين التي قامت على اساسها. الحقيقه هذا الحكم اثار جدل كبير جدا، ويمكن اللي يعني عمل تصعيد لهذا الجدل هو الاراء الفقهيه. الاراء الحقيقه يعني احنا دايما اي حكم بيصدر على طول يعني بنشوف المنطوق بتاعه بيقول ايه،
واذا كان هناك غموض بنرجع للاسباب. الاسباب ايه بقى؟ المتعلقه بهذا المنطق التي يحمل عليها هذا المنطوق، التي قام عليها هذا الحكم، ولكن غيرها من اجتهادات او بيانات او تفسيرات للمحكمه فهذه يعني ما ليس لها حجيه. الحجيه والاثر يعني يترتب على المنطوق والاسباب الملحقه بهذا المنطوق وليس التفسير. وليس التفسير. دعنا نذهب الى بيان الجمعيه العموميه للمحكمه الدستوريه العليا، قال او قالوا في هذا البيان انهم اكدوا بوضوح على ان احكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا نهائية وغير قابلة للطعن. هل هذا يعني دكتور رجب أن قرار رئيس الجمهورية يعتبر قرار باطل لأنه يصطدم بحكم للدستورية العليا؟ لازم فرق بين حاجتين. حكم المحكمة لا شأن للقرار بهذا الحكم، الحكم لم يتعرض للقرار، قصدي القرار لم يتعرض للحكم. باختصار شديد عشان اللبس الموجود في الشارع، إن المحكمة أصدرت الحكم بتاعها. قالت فيه عدم دستوريه المواد كذا وكذا 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 وكذا، وبعد كده جت في الاسباب بتاعتها وقالت يترتب على ذلك حل مجلس الشعب او اعتبار مجلس منحل او منعدم او ما الى ذلك. هذه كلها اجتهادات، ولكن المنطوق الحكم قال ايه؟ عدم دستوريه المواد كذا وكذا وكذا. المفروض المحكمه تعمل ايه بعد كده؟ تبعت هذا الحكم للمحكمه الاداريه العليا التي ارسلت اليها الدعوه الموضوع. ولكن هذا الحكم في خصوص منطوقه ملزم لكافة الجهات. هناك اتفاق بين جميع أساتذة القانون الدستوري، ما فيش حد اختلف أن منطوق الحكم له حجية وهذا المنطوق واجب النفاذ. ما حدش اتكلم في هذه المسألة، ما حدش اعترض عليه، ولكن الخلاف بقى في إيه؟ ما هو واجب النفاذ حاجة واللي عمله الرئيس الجمهورية من وجهة نظر البعض حاجة تانية. أنا أقول لحضرتك بقى لازم فرق بين صدور الحكم وأنه واجب للنفاذ وبين تنفيذ كيفية هذا التنفيذ. يعني حصل عندنا فيه خلاف في الرأي، هل هذا الحكم يعني يترتب عليه حل المجلس بالكامل ولا التلت فقط ولا جزء من التلت؟ عندنا ثلاث آراء، وهذه الآراء الثلاثة كل مجموعة وكل جانب من الفقهاء له سنده. المجلس العسكري خد تمام بأحد هذه الآراء وقال لك يحل المجلس بالكامل، وده قرار إداري، يعني قرار صادر من المجلس العسكري بصفته ساعتها قائم بأعمال رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية. ده قرار يعتبر في حد ذاته صحيح، في حد ذاته استند إلى رأي في الفقه كويس. ولما جه رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة التنفيذية الأصلية، من حقه أن يعدل أو يلغي القرارات الصادرة أو يسحب القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية السابقة، وده لا يعد استضاما ولا افتئاسا على المحكمة الدستورية العليا وقرار نهائي. هو اللي حصل إن هو إيه؟ الحكم اللي صدر من المجلس العسكري استنادا أحد الآراء الفقهية. الرئيس الجمهورية النهاردة أصدر قرار بسحب هذا القرار، القرار إداري بحل المجلس، لأن طبعا في نظرنا برضه أو في يعني جزء من الفقه أنا منهم إن هذا القرار صدر المجلس العسكري كان جوز اختصاصاته. المجلس العسكري لا يملك حل المجلس ولا أي هيئة أو سلطة أخرى تملك حل السلطة القضائية، السلطة التشريعية. يعني السلطة القضائية لا تملك حل السلطة التشريعية، والسلطة التشريعية إذا تعدت على السلطة القضائية كلنا نقف ضدها. عندنا فيه فصل بين السلطات، فصل مرن بس هناك كل سلطه ليها اختصاصاتها، لا هذا يتوغل على هذا ولا هذا يتوغل على هذا. اسمح لي يعني دكتور، يعني عايز بس اكد حضرتك في نقطه معينه، هذا القرار الصادر من رئيس الجمهوريه فقط بسحب القرار الصادر المجلس العسكري بحال مجلس الشعب، لا تعطيل حكم القضاء، بالعكس ده هو نفذه وقال ان بعد خلال شهرين، بعد 60 يوم من الانتهاء، من خلال 60 يوم من الانتهاء من وضع الدستور والاستفتاء عليه، اعداد الدستور والاستفتاء عليه سيتم انتخابات تشريعيه جديده. اسمح لي بقى، لان هي في نقطه غايه في الاهميه، احنا بقينا في مصر هنا بنسمع الراي القانوني ونقيده، كلنا فقهاء وكلنا لا الحقيقه من اساتذه القانون، لا انا اسف، لا مش من العوام، الحقيقه العوام يتكلموا، لكن اما اجي الاقي استاذ قانون بيقول ان هذا القرار صحيح، ثم ياتي استاذ قانون اخر يقول ان هذا القانون، يعني النهارده لما يقول لنا المستشار عبد العزيز سليمان رئيس هيئه المفوضين مفوض المحكمة الدستورية العليا يقول ان قرار مرسي له ليس له اي سند قانوني، حضرتك بتقول عكس كده تماما وغيرك بيقول عكس كده تمام. ازاي نوفق ما بين هذه؟ بس عايز اقول حاجه على حاجه، هي هذه اجتهادات، يعني انا ليا اجتهاد وغيري له اجتهاد اخر، فهو له سنده وانا ليا سندي. المنوط باتخاذ القرار الحقيقه بيحط هذه الاراء امامه،
يعني قدامه ثلاث خيارات او اربعه، فهو بيختار احد هذه الخيارات او هذه الاجتهادات. المجلس العسكري اختار الاجتهاد اللي قالت بيه المحكمه الدستوريه العليا وبعض الفقه، وقال لك والله يترتب على هذا الحكم يعني حتما وبالضروره حل المجلس. وخد بهذا القرار رئيس الجمهوريه عندما جاء وبالانتخاب وتولى السلطه التنفيذيه، راى ان هذا القرار غير صائب، فعمل ايه؟ سحب هذا القرار استنادا الى راي اخر في الفقه له حجج برضه. فالمساله ما في، يعني عايز اقول لحضرتك يعني المحاكم نفسها محاكم، يعني احيانا المحكمه القضاء الاداري بتقول راي، الاداريه العليا بتلغيه، محكمه الجنايات بتقول حكم، بتصدر حكم، المحكمه النقض بتلغيه. فعايز اقول الاجتهادات هذه وارده، والقانون ولكن هو حمال قوي، حمال كتير، ولكن عايز اقول ايه الفكره بس، اهم حاجه ايه الحجه. اهم حاجه الحجج. طيب اسمح لي يعني قبل ان نستفيض في قراءه البيان الصادر عن المحكمه الدستوريه العليا، دعنا او انضم الينا بالفعل عبر الهاتف سياده المستشار زكريا شلش رئيس محكمه استئناف القاهره. اهلا بك معنا سياده المستشار، وقراءتك الاوليه للبيان الصادر عن المحكمه الدستوريه العليا سياده المستشار. وقبل بس ما اقرا البيان، انا عايز اقول لحضرتك ان القرار الصادر من رئيس الجمهوريه ده قرار معدوم ويعد عقبة مادية في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. لماذا سيادة المستشار؟ حكم المحكمة الدستورية العليا كما قلنا وكما يتفق الجميع والقائل بغير ذلك لا يعلم أي شيء عن الفقه الدستوري. نعم اسمح لي بس المحكمة الدستورية العليا ينفذ نسيبه كده كده. احنا معانا سيادة المستشار، قبل حضرتك تكمل معانا سيادة يعني المستشار الإعلام معانا دكتور رجب عبد العزيز هنا في الاستوديو، استاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، وهو ليه رأي مخالف تماما. كمل حضرتك وهو سيرد على كلام حضرتك. اتفضل يا فندم. ماشي يرد علي. اتفضل يا فندم. فحكم المحكمة الدستورية العليا ينفذ وقوعة القانون من اليوم التالي لإعلانه في الجريدة الرسمية، يعني دي مش محكمة أحوال شخصية ولا حكمة بنفعة ولا مأكولات زوجية، هتعود مخبر ولا ضابط شرطة يروح ينفذ. دي بينفذ حكمها من اليوم التالي لنشر الجريدة الرسمية بقوة القانون. النهارده المحكمة الدستورية العليا حكمت، وأسبابها بتقول إن مجلس الشعب يعتبر باطلا منذ نشاته، يعني منذ القضاء، منذ تاريخ صدور القانون اللي هو قضي بعدم دستوريته. دي نقطة. النقطة الثانية، القرار اللي صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار لا لزوم له، لأن حكم المحكمة زي ما قلنا بينفذ بقوة القانون. كون إن رئيس الجمهورية يقول أنا سحبت هذا القرار لانه قرار معيب او خلافه، لا هو لا يسحب ولا يعمل قرار كمان. وبعدين النهارده لما يصدر قرار بعوده مجلس الشعب، ده معناه ان هو راجل بيفتهت على الدستور ويفتهت على القانون ويفتهت على احكام المحاكم ولا يحترم شيء منها، وهذا يجرنا الى فوضى قد تجر البلاد الى حرب اهليه. لابد ان يبتعد رئيس الجمهوريه عن فقهاء السوء. كويس، ارجو ان تبقى معي سياده المستشار، وضحت وجهه نظرك وارجو ان تبقى معي لان في وجهه نظر مختلفه تماما لوجهه نظرك من الدكتور. الدكتور النهارده بيقول، سياده المستشار بيقول ان كلام رئيس الجمهوريه وقراره ده باطل وافتئات على احكام المحكمه الدستوريه. ردك اللي حضرتك قلته من شويه. هو طبعا مع احترام سياده المستشار يعني، ولكن ده هذا رايي يعني، ده رايي هو، ده رايه، ولكن رايه لا يعني ايه، مش معناه ان هو رايه ملزم. يعني انا ليا راي، هو راي، وغيرنا له راي اخر. فاللي عايز اقوله ان الفقه في مساله تنفيذ حكم المحكمه ما فيش خلاف بيننا، احنا في اتفاق بين جميع الفقهاء على ان الحكم الصادر من المحكمه الدستوريه في حدود التلت هذا يعني ايه نافذ، ولكن كيفيه التنفيذ هذه مسألة أخرى. المحكمة الدستورية الحقيقة في حكمها ما اتكلمتش عن التلت، اتكلمت عن بطلان المجلس بأكمله في تفسير القانون على الأقل. لا مش تفسير، حضرتك كان بتكلم في إيه؟ الحكم المحكمة الدستورية العليا له حجية فيما يتعلق بالمنطوق، المنطوق لم يتكلم عن حل مجلس الشعب الكامل. تمام. هذه تزايدات أو اجتهادات صدرت في حيثيات. مش يعني عايز أقول الحكم بيتكون من إيه؟ من أول وقائع تمام؟ وبعد كده أسانيد وبعد كده منطوق.
فالنهارده لو قلت لي الحكم بالكامل له حجيه، لا طبعا مستحيله. الحجيه لا تثبت الا لمنطوق الحكم والاسباب اللازمه لحمل هذا الحكم. اما يعني الوقائع اللي بتقولها المحكمه هل هي حجيه؟ لو المحكمه في الوقائع بتاعتها قالت كلام او قالت بيانات واجتهادات وتلخيص الموضوع، اقول ده يبقى حجه او لحجيه؟ طبعا لا. النقطه الثانيه عايز اقول برضو وارد على سعاده المستشار وهو رئيس محكمه استئناف القاهره، ان هناك سابقه لمحكمه النقد كان في عندنا جريمة اسمها جريمة خلو الرجل أو تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار، وهذا القانون قضي بعدم دستوريته وكانت في أحكام صدرت وراحت لحد محكمة النقض، طعن عليها أمام النقض. جت محكمة النقض قالت باللفظ كده إن هذه العقوبة عقوبة محددة المدة، وبالتالي أو الجرائم جرائم محددة المدة، وبالتالي لم تلتزم بالتفسير ولا الحكم بتاع محكمة محكمة الدستورية العليا. فهذا يعني عايز اقول ايه، المحكمه الدستوريه تصدر حكم ولكن تنفيذ الحكم ده مساله اخرى. عندنا برضو المحكمه الاداريه العليا كان في القضيه بتاعه احمد حسين لما كان ايام السادات وصدر ساعتها كان معاهده السلام مع اسرائيل كام ديفيد، فاللي حصل هو اعترض عليه وبارسل رساله لرئيس الجمهوريه وقال له فيها انا يعني كانت رساله شديده اللهجه، فحصل ايه اسقط عضويته في مجلس الشعب، فحب ان هو يعني يعيد انتخاباته مره اخرى يترشح، رفضوا الترشيح بتاعه. عمل ايه؟ راح طعن في محكمه القضاء الاداري، وبعد كده المحكمه رفضت الطعن بتاعه استنادا الى قرار تفسيري من المحكمه العليا قبل المحكمه الدستوريه العليا. فاللي حصل بعد كده المحكمه الاداريه العليا يعني لم تعتنق التفسير الذي قالت به المحكمه المحكمه العليا اللي هي مكانها دلوقتي المحكمه الدستوريه العليا. فانا عايز اقول ما تبديه المحكمه الدستوريه العليا وغيرها من المحاكم من اجتهادات خارج نطاق المنطوق والاسباب المكمله للمنطوق او التي تحمل المنطوق، فهذه اجتهادات يعني نختلف معها ونتفق معها. نعم سياده المستشار زكريا شلش، أقول لحضرتك حاجه بالنسبه لجزئيه الاسباب والمنطوق. اولا المعروف عندنا 3 مليون حزبي و48 مليون مستقل، فالمحكمه الدستوريه العليا لو لقت ان نظام الانتخاب بالقائمه يتفق مع نص دستوري اللي هو بيقول مثلا ان المشرع هو ياخد النظام الحزبي او القائمه او كليهما، ولكن يختلف مع المبادئ العامه في الدستور زي مبدا المواطنه اللي هو الماده 1 من الاعلان الدستوري، او مبدا سياده الشعب زي الماده 3 من الاعلان الدستوري، او مبدا المساواه زي الماده 7 من الاعلان الدستوري. طبعا القانون يخالف جميع هذه المواد، وبالتالي قضت المحكمه بعدم الدستوريه استنادا لهذه المبادئ. تمام. بس سياده المستشار اسمح لي بس قبل ما يعني توصل للنقطه الثانيه سياده المستشار، ارجو ان تستمع الي سياده المستشار. عمل قرار باعاده مجلس الشعب دي انا بعتبرها ان دي مجرد عقبه ماديه في سبيل تنفيذ حكم المحكمه الدستوريه العليا القاضي بحل مجلس الشعب. يا سياده المستشار في عقبه ماديه ليه؟ لان ده قرار معدوم. طيب مفيش رئيس جمهوريه في العالم كله يطلع قرار يا سياده المستشار، هو بس البعض قال ان رئيس الجمهوريه، ارجو ان تستمع الي يا سياده المستشار، ارجوك استمع الي. لا لحظه واحده بس سياده المستشار، بس عشان تكمل حديثك، لان البعض يقول ان رئيس الجمهوريه لم يفتأت على المحكمه الدستوريه العليا، بل على العكس هو احترم حكمها يا سياده المستشار سيبني اكمل بعد كده حضرتك رد. القرار اللي طلعه ده عباره عن عقبه ماديه، يعني دي عباره عن منازعه في تنفيذ حكم المحكمه الدستوريه العليا، والمختص بنظر هذه المنازعه ليس القضاء الاداري. طب ردك ايه على ان الدستوريه العليا نفسها بنص الماده 50 من قانون المحكمه الدستوريه العليا؟ طب الدستوريه العليا لم تسمي هذا افتئات، لم تسمي قرار رئيس الجمهوريه بعوده مجلس الشعب افتئات على حقوقها او على احكامها. سياده المستشار ما سمتهاش، ولكن هو افتئات مش محتاج ان هي تقوله في بيانها. طيب. لأنه واضح للجميع. طيب شكرا جزيلا سيادة المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة، كنت معنا عبر الهاتف. والحقيقة ده اللي بيدخل المواطن العادي والبسيط في حالة الارتباك اللي احنا بنعيشها دلوقتي،
ان واحد في قامه سياده المستشار زكريا شلش بيقول ده افتئات على احكام المحكمه الدستوريه العليا، وحضرتك كاستاذ قانون دستوري بتقول عكس كده تماما، ليس افتئات ودي من حقوق رئيس الجمهوريه. عايز اقول لحضرتك يعني احنا كيف الحال هو حكي احنا دايما الواقعه لازم نكيفها تكييف قانون صحيح. التكييف القانون الصحيح لقرار رئيس الجمهوريه ده قرار اداري انشا مركز قانوني تمام. هو عمل ايه؟ سحب ما ترتب على القرار السابق الصادر المجلس العسكري. يعني عايز اقول حك يعني لو فرض دلوقتي المجلس العسكري لم يصدر هذا القرار بحل مجلس الشعب كان هيحصل ايه؟ كان مجلس الشعب قائم بالفعل تمام. فالنهارده قرار رئيس ولا يحل من تلقاء نفسه، من تلقاء نفسه ما ينفعش، ما فيش الكلام ده، لازم حد يحله. اقول لك ليه بقى؟ المحكمه الدستوريه العليا مثلا بالنسبه للموظفين وسعاده المستشار عارف لما يعني لو بلغ سن ال 60 ان في عندهم حاجه اسمها رصيد الاجازات. يعني احنا بنرفع طعون للقضاه وللاعضاء الهيئات القضائيه في هذا الشان، بيبقى بياخد 4 شهور بس من رصيد اجازاته، باقي المبلغ كان في قانون بيمنع كده. اتحكم بعدم دستوريه هذا القانون بقى له 6 سنين. لحد النهارده في قضايا لسه مرفوعه في القضاء الاداري بالمطالبه بتنفيذ هذا الحكم وانه ياخد الفلوس بتاعته بقى له 4 سنين. يعني عايز اقول ايه؟ ان الحكم بتاع المحكمه الدستوريه العليا ليس نافذا بذاته كده، لا، لازم في جهه بتنفذه اللي هو المنوط به التنفيذ هو اللي بينفذه. وفي نهايه الامر انت لا ترى ما فعله رئيس الجمهوريه افتئات، ما فعله رئيس الجمهوريه او وقوف ضد حكم من احكام المحكمه الدستوريه، مجرد هو عمل ايه؟ المجلس العسكري اصدر قرار تمام بتنفيذ هذا الحكم في نطاق كبير واسع. رئيس الجمهوريه عمل ايه؟ راح سحب هذا القرار الاداري، قرار اداري تنفيذي صادر من رئيس السلطه التنفيذيه اللي كان المجلس العسكري. دلوقتي رئيس السلطه التنفيذيه مين؟ رئيس الجمهوريه. من حقه يلغي القرارات دي ويسحبها ويعدلها، فهو سحب هذا القرار تمام، وبالتالي ترتب على كده ايه؟ اعاده مجلس الشعب مره اخرى للانعقاد، وفي نفس الوقت هو برضو نفذ الحكم ان قال ان مجلس الشعب يعني خلال 60 يوم هيطرح انتخابات جديده. ما يصدر عن مجلس الشعب خلال الفتره القادمه من قوانين هل ستكون مطعون في دستورياتها؟ يعني النهارده بكره ولا بعده مجلس الشعب هيصدر قانون، ايا كان هذا القانون، هذا القانون من الناحيه الدستوريه صحيح ام غير صحيح؟ صحيح طبعا، لان مجلس هنا يعني هو يعني تم حله بقرار اداري وتم اعادته بقرار اخر. يعني تم سحب هذا القرار والمجلس لن يتعرض، يعني مساله ان حله دي كانت بقرار اداري مش تنفيذا للحكم، الحكم تنفيذ نطاق الحكم ده في حدود التلت. والحقيقه طبعا ما فيش سلطه، يعني دايما احنا بنقول ايه؟ السلطات سلطه القضائيه لا يجوز لها حل سلطه تشريعيه، يعني في العالم كله هاتوا لنا سابقه واحده بس في العالم ان السلطه القضائيه حلت السلطه التنفيذيه التشريعيه. اللي حصل قبل كده يعني في ناس بتستشهد باللي حصل سنه 87 وسنه 90، لا، ساعتها النظام الانتخابي بالكامل كان يقوم على نص واحد، نصوص الانتخاب بالكامل تم الحكم بعدم دستوريتها، ومع ذلك تم استفتاء وصدر قرار رئيس الجمهوريه بالحق. يعني مساله عايز اقول ايه؟ لازم تكون هناك جهه تنفذ، الجهه اللي بتنفذ دي هي صاحبه القرار، قدامها 4 اجتهادات او 5 تختار احد هذه الاجتهادات وتحت مسؤوليتها. تطرق اليوم البيان الصادر عن الجمعيه العموميه للمحكمه الدستوريه العليا، قال ان في البعض من أصحاب الشأن تقدموا بدعاوى ضد قرار رئيس الجمهوريه بعودة انعقاد مجلس الشعب مرة أخرى. ما مصير مثل هذه الدعوة على وقت تنفيذ هذا القرار؟ هذه الدعوة اللي عايز أقوله إيه؟ من حق أي يعني صاحب صفة ومصلحة، مش أي حد، مش واحد يجي كده من الشارع يرفع دعوة، لا، لازم كله صفة ومصلحة. يعني إيه صاحب؟ يعني إيه يعني معنى كلمة أصحاب الشأن هنا في البيان؟ أصحاب الشأن أنا في تقديري القضاء الإداري توسع في مسألة الصفة والمصلحة في القضاء الإداري، ولكن الحقيقه في مثل هذه الظروف اللي يطعن على يعني اعضاء مجلس الشعب لازم يكون احد الاعضاء او احد المرشحين. فاحد المرشحين من حقه ان هو، طبعا انا على معلومات ان في بعض الاعضاء طعنوا، ده حقهم، من حق اي حد يطعن امام القضاء الاداري بطلب وقف تنفيذ والغاء هذا القرار، والمحكمه وشانها في هذا الحكم. يعني انها طيب لو المحكمه جت المحكمه الدستوريه العليا جت وقالت فعلا اكدت بطلان قرار رئيس الجمهوريه بانعقاد مجلس الشعب مره ثانيه، لا اختصاص للمحكمه الدستوريه، بمعنى ايه لا اختصاص؟ ملهاش اختصاص ليها خالص، المحكمه الدستوريه اصدرت حكم هي بتفصل في دستوريه القانون وعدم دستوريته، ده من خلال اجراءات واليات قانونيه. ولكن النهارده هيروح لها طعن جديد، ده قرار اداري، الطعن عليه امام محكمه القضاء الاداري وليس امام محكمه الدستوريه العليا. يعني ما
مش هتطلع قرار جديد تقول ان هذا القرار باطل؟ لا تملك، لا تملك ذلك. امال هتبص في الدعوه باي شكل؟ الدعوه ما في انا يعني على معلوماتي ان ما فيش دعوه قدامها الا لو كانت دعوه خاصه بالتنفيذ. البيان بيقول انها قدامها دعوه هتنظر فيها. يعني بص حضرتك، ليس هناك ما يمنع يعني الطعن امام محكمه السوريه العليا لا يجوز بالطريق المباشر، ولكن هذا لا يمنع ان اي حد يرفع دعوه والمحكمه تقول له ان انت ايه عدم قبول الدعوه، ما فيش ما يمنع. بس انا بقول لحضرتك بعد هذا الحكم المحكمه لا اختصاص لها. طيب في هذا الشأن يبقى فسر لي هذه الجمله. وقالت في بيانها المحكمه الدستوريه انها بصدد نظر دعاوى اقامها عدد من ذوي الشأن واصحاب الصفه اليوم امام المحكمه بشأن وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهوريه بعوده مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسه اختصاصه. يعني ده معنى ده ممكن يكون رفع امامها اشكالات في التنفيذ بالاستمرار في تنفيذ الحكم. اي مكان المحكمه طبعا قدامها طعون تقضي فيها بعدم القبول، بعدم اختصاص، بالرفض. ولكن اعتقد ان مساله لا اختصاص لها في مساله هتقول ايه؟ بس هي اختصاصاتها محدده. الفصل في دستوريه القوانين وتفسير القوانين وتنازع القوانين والاحكام وتنازع الدعاوى. بس انما ده مش اختصاص. ده نقطه ثانيه، لان في البعض طعنوا على قرار حل مجلس الشعب اساسا زي الدكتور احمد ابو بركه وهو المستشار القانوني لحزب الحريه والعداله. لكن في جلسه اعتقد اليوم وهو صاحب طعن واجلت الجلسه لغدا. ايه توقعاتك للقضيه امام القضاء الاداري؟ امام محكمه القضاء الاداري طبعا احنا لا نتدخل في عمل القضاء، ولكن ما دام القرار الاداري تم سحبه من صاحب الاختصاص فهذه الدعوه امام المحكمه قد انتهت. يعني دام المحكمه تقضي بانهاء الدعوه ليه؟ لان اصبح ليس لها محل، القرار اصلا اللي هو مطعون عليه تم سحبه، وبالتالي المحكمه هتنظر في ايه؟ ولكن ممكن ناس تطعن في القرار الجديد بقى بالسحب، قرار رئيس الجمهوريه الجديد ممكن ناس تطعن عليه ويتحدد له جلسات. دعنا نستمع الى الاستاذ حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع. طيب. هو معنا عبر الهاتف الان، اهلا بك معنا استاذ حسين. واولا انتم كحزب تجمع كيف ترون قرار رئيس الجمهورية بعودة انعقاد مجلس الشعب مرة أخرى قبل أن نتعرض لبيان المحكمة الدستورية العليا اليوم؟ أستاذ حسين تفضل. شوف، حزب التجمع من اللحظة الأولى اعتبر هذا القرار باطل ومعدوم، وهي محاولة من رئيس الجمهورية المنتخب لاغتصاب سلطة ليست له وانتهاك واضح وصريح للدستور القائم وعدوان على السلطة القضائية، إضافة إلى أنه حنس لليمين الذي أدلى به أو حلفه أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، وهو جزء من مخطط لإقامة دولة الإخوان أو دولة المرشد والقضاء على الدولة المصرية المدنية الحديثة الذي بدأ بنائها منذ محمد علي مرورا بثورة 1919 ودستور 23 وثورة 52 إلى آخره. طيب جميل، وضحت وجهة نظر حزب التجمع، لكن اسمح لي أساتذة القانون وواحد منهم قاعد معايا دلوقتي بيقول لا، قرار رئيس الجمهورية ده من حقه من اختصاصاته ليس افتئاتا على المحكمة الدستورية العليا على عكس كلامكم تماما، وهو رجل القانون وهو مش لوحده اللي بيقول الكلام ده غيره من أساتذة القانون. ردك أستاذ حسين. القضية مش محتاجة لا فقيه قانوني ولا خبير، أمامنا الإعلان الدستوري اللي هو دستور البلاد في الوقت الحاضر. لا يوجد في دستور البلاد ما يتيح لرئيس الجمهورية لا حل مجلس الشعب ولا إعادة مجلس الشعب، والأهم من هذا وذاك لا يوجد ما يتيح لرئيس الجمهورية إلغاء حكم صادر من
أعلى سلطة قضائية وهي المحكمة الإدارية العليا. طيب يا استاذ حسين لو سمحت يا استاذ حسين، هي وباتة ولا يمكن الطعن عليها امام اي هيئة. اسمح لي، هو كان في نص للمجلس العسكري بيتيح لي حل مجلس الشعب؟ نعم، كان في نص بيتيح للمجلس العسكري ابتداء قيامه بحل مجلس الشعب منذ عدة اسابيع؟ لا يملك المجلس العسكري ان يصدر من عندياته وبقرار منه قرار بحل مجلس الشعب، ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ملزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا. هو محلش المجلس، هو نفذ القرار، لأن المجلس قرار المحكمة الدستورية العليا قالت قانون الانتخابات باطل، والمجلس الذي تم انتخابه على أساس هذا القانون باطل، فعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة التأسيسية في البلاد وطبقا للسلطة التنفيذية أن ينفذ حكم المحكمة. طب ابقى معي أستاذ حسين، لأني معي على الهاتف الآخر الدكتور محمد عماد الدين وهو عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. أهلا بك دكتور عماد معنا. لو كنت سمعت مداخلة الأستاذ حسين وهو ما زال معنا على الهاتف، وقال أن قرار رئيس الجمهورية بعودة انعقاد مجلس الشعب مرة أخرى قرار باطل ومنعدم وافتئات على السلطة القضائية ممثلة في حكم المحكمة الدستورية العليا، وهو مخطط لاستحواذ او لعوده جماعه الاخوان المسلمين للاستحواذ على الدوله وعوده حكم المرشد العام. ردك على هذا الكلام دكتور عماد. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تحياتي لك ولضيفك الكريم الذي معك في الاستوديو وهو اخ فاضل متخصص في القانون الدستوري، وأنا تابعته وهو قال في الحقيقة ما فيه الكفاية من رد واضح وبين. أما بخصوص قرار السيد الرئيس فهو قرار صحيح 100%، من حق السيد الرئيس أن يصدر هذا القرار. وفي الحقيقة القرار ليس اعتداء بأي حال من الأحوال على حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما هو في الحقيقة كما جاء في البند ثالثا لهذا القرار، هو في الحقيقة تطبيق حقيقي وواقعي لحكم المحكمة الدستورية العليا. أما يعني بخصوص ما قاله الأستاذ حسين عبد الرازق الأخ الزميل في حزب التجمع، يعني أنا لا أحب أن يعني نعود مرة ثانية إلى الحديث عن منظومة القيم السلبية بما فيها من تشويه وتشكيك وفقدان الثقة متبادل بيننا وبين أي أحد. نريد أن نعلي قيمة القيم، منظومة القيم الإيجابية، المشاركة والعمل. مصر الآن في مرحلة، بس اسمح لي دكتور عماد بس عشان تكون المسائل واضحة، هو الرجل يعني بشكل صريح وواضح اتهم الدكتور مرسي بأنه يعمل لمصالح حزب الحرية والعدالة، لمصالح جماعة الإخوان المسلمين من هذا القرار الذي أصدره بالأمس، ردك عليه؟ والله يعني طبعا هذا اتهام صحيح تماما. يعني ايه دليله على ان هو ان الدكتور مرسي يعمل لصالح حزب الحريه والعداله؟ هذا الكلام في الحقيقه لا يستحق الرد عليه، ونحن يعني مللنا من هذه الاتهامات كثيرا. يعني كما قلت لك يعني نريد ان نعلي منظومه القيم الايجابيه في المجتمع، وان يكون بيننا نوع من الاحترام المتبادل. وهناك فرق بين حرية التعبير وأن يقول أي إنسان ما يشاء من حقه حتى أن ينتقد شخص الرئيس نفسه، وبين أن يكون هناك يعني اتهام لمؤسسة الرئاسة وشخص الرئيس شخصيا. يعني هذا في الحقيقة يعني لا يصح ولا يليق بأي رجل سياسي. يعني نحن نحترم الجميع ونقدر الجميع كويس دكتور عماد، يكون الاحترام المتبادل
بيننا وبين بعضنا البعض، أما اتهامات بدون أدلة بدون بينة، هذا كلام يعني في الحقيقة يحزننا كثيرا. طيب رد، خليك معايا يا دكتور عماد، رد أخير منك أستاذ حسين لأن الوقت يكاد يكون قارب على الانتهاء على كلام دكتور عماد، إن هو مش شايف حتى إن هو المفترض يرد على مثل هذه الاتهامات التي يراها خارج منظومة، يعني الرد من وجهة نظره الرد الأخلاقي، يعني منظومة القيم الأخلاقية. أستاذ حسين تفضل. لا أعرف العلاقة بين ما قاله دكتور عماد وما قلته. أنا قلت كلام محدد إن هذا القانون باطل ومعدوم، وقلت أسبابي في هذا الأمر، وأضيف إليها إن يعني لا أظن إن البيان اللي طالع من المحكمة الدستورية العليا النهاردة اللي أكد على إن قرارات المحكمة نافذة بذاتها ولا تقبل القاعدة. لا، هو كان تحديدا أستاذ حسين بيرد على الجزء اللي حضرتك فيه اتهمت الدكتور مرسي إن قراره ده جاء في صالح جماعة الإخوان المسلمين أو عودة أو مخطط ما لعودة جماعة الإخوان المسلمين لحكم البلاد. وإلا ده يعني مش محتاج ده لبرهنة، لأنه عندما يعيد مجلس يهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين والنور وهو مجلس طبقا للقانون والدستور معدوم، يعني هو بيرجعه غية ولا هواية، بيرجعه لأنه عايز يقيم دولة الإخوان، يبقى عنده الرئاسة وعنده السلطة التشريعية وعنده المحكمة ويعتدي على السلطة القضائية. حسين، الرجل في بقية قراره، دكتور مرسي بقية قراره قال ان هو دعا لانتخابات جديدة في غضون 60 يوم بعد وضع الدستور. لا يملك لا هو ولا المجلس العسكري ولا غيره، لان عندما تجتمع الجمعية التأسيسية وتنتهي من وضع الدستور الجديد وتطرحه على الاستفتاء، هيبقى فيه حاجة اسمها الأحكام الانتقالية، هتقول فيها إما إن المجلس القائم يستمر لنهاية دورته والرئيس القائم الموجود يستمر لنهاية دورته، أو هتقول في الأحكام الانتقالية إن تجري انتخابات جديدة للمجلس والرئيس. دي هو ما يقدرش، لا مرسي ولا المجلس الأعلى ولا مجلس الشعب، إنه يقول إيه اللي هيحصل بعد الدستور بالنسبة لها، إنما اللي هيقول ده شكرا جزيلا أستاذ حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع. لو لك تعقيب أخير أستاذ عماد في أقل من دقيقة. دكتور عماد، أنا عايز أقول للأستاذ حسين، هو بيتحدث وكأنه يعني أمامه الدستور الجديد الذي سيحكم البلاد الآن، وبالتالي يتحدث عن أحكام انتقالية وخلافه. هذا الكلام الذي قاله كلام غير قانوني تماما، وأنا أقول للأستاذ حسين عليه أن يطلع إلى نص المادة 56 من الإعلان الدستوري الذي تم استفتاء الشعب عليه، سيجد تماما أن هذا القرار من شأن السيد الرئيس تماما. وإلا يعني حينما أصدر المجلس العسكري القرار يعني أصدره بأي صفة؟ هو أصدره بصفته أنه مسؤول عن شؤون البلاد تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا. شكرا جزيلا دكتور محمد عماد الدين عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. لدينا دقيقة واحدة أو أقل للحقيقة، تعقيب سريع. تعقيب سريع الحقيقة، يعني أنا عايز الشعب كله يعلم جيدا أن أي قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو حتى من أي سلطة في له مؤيدين وفي معارضين، ولكن هي المسألة تتعلق بأن نحن كمتخصصون بنعمل إيه؟ بنشوف هل هذا القرار له سند من القانون من عدمه بس. فهذا القرار صادر من رئيس الجمهورية قرار صحيح. ليه؟ لأن هو قرار صادر كان من المجلس العسكري بصفة رئيس السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية حاليا هو رئيس السلطة التنفيذية، لغى هذا القرار أو سحب هذا القرار، وهذا اختصاصه في حدود هذا ولا اختصاص. يعد افتئات ولا يعد افتئات، لم يذكر حكم محكمة الدستورية، لم يتطرق للحكم. ولكن الجزء الأخير من القرار والخاص بالدعوة لانتخابات مجلس الشعب خلال شهرين بعد الدستور، فهذا تنفيذ الحكم. شكرا جزيلا دكتور رجب عبد الكريم أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، في أمان الله.